different types of addressing modes. خصوصا الكلام ده موجود في unconditional branch instructions. فبصفة عامة عملية البرانشنج عندنا في الـ AVR في ثلاث طرق للبرانشنج، يا إما الـ unconditional branch instructions، يا إما الـ conditional branch instructions، يا إما الـ call instructions. طبعا أول مرة نسمع عن الـ call ده، دي instruction جديدة مهمة وهنفهمها النهاردة إن شاء الله. قلنا الـ unconditional branch instruction يبقى أنت بتعمل branching من غير شرط معين، غير conditional. بري conditional بتعتمد على الفلاجز، لكن non conditional زي go to في البيزك كده، يعني زي ما قلت لك قبل يعني انت في وسط المحاضرة مثلا يقول لك روح اعمل كذا، خلاص انت هتروح تعمل كذا وانتهى الموضوع، او روح مثلا السكرتري مفيش حاجة ترجعك تاني، او بدون شرط، انا ما قلتلكش شرط معين. يلا ما اقول لك اذا كنت معاك كذا روح، يبقى دي شرط، اذا حصل حصل ما حصلش ما ايه مش هيحصل الايه البرانشنج. المهم الانكونديشنال برانش انستراكشنز في الحقيقه في الاي في ار في ثلاث انواع مختلفين من الادريسنج مودز. هلاقي انستراكشن اسمها جامب، انستراكشن اسمها ار جامب اللي هي الريلاتيف جامب، والاي جي او اي جامب اللي هي الان دايركت جامب. والدول 3 different addressing modes او 3 different instructions، كل instruction منهم بتتعامل ب addressing mode مختلف. الجامب instruction بنسميها long jump، بنسميها long jump instruction. ليه long jump؟ لان دي بتستخدم addressing mode انك بتديها عنوان اللي هتعمل له الجامب، زي جو تو كده تقول له جو تو 100 جو تو 500 جو تو كذا، فدي تقدر تديها عنوان، والعنوان ده السايز بتاعه 22 بت، وبالتالي يبقى انت تقدر تعمل جامب لاي مكان في ال 4 ميجا ميموري. عايز تطلع لغايه اول الميموري تروح لغايه اخر الميموري، خلاص ما انت هتديها العنوان، ممكن تديها جو تو اللي هي جامب يعني، وتديها مثلا 22 زيرو العنوان بتاعها، او 22 1 اللي هي 3 5 افات. يبقى انت هنا تقدر تعمل جامب لاي لوكيشن في الميموري في الرينج بتاعك كله اللي هو ال 4 ميجا، يعني من الادرس 6 صفار الى 3 5 افات. اي لوكيشن في الميموري، فعشان كده بنسميها لونج جامب، اقدر اجامب في اي حته في الميموري كلها. طبعا الانستراكشن دي بتبقى تتكتب على هيئه 4 بايتس زي ما قلنا، 10 منهم عباره عن الهوب كود بتاع الانستراكشن، و 22 بت عباره عن الادرس اللي هو من 00000 الى 3FFFFF. عشان كده دي بنسميها لونج جامب. طبعا لونج جامب ده ما انت شايف كده المفروض انها تغني عن بقيه الانستراكشنز اللي هنقولها بعد كده او الادريس موز الثانيه، ولكن طبعا كل حاجه ليها فايده. هنشوف انواع تانية من الانستراكشنز، ما تقدرش تجامب في كل الرينج، ومع ذلك حاطينها. طبعا حاطينها ليه؟ لاسباب كتيره. هنشوف مثلا انستراكشن نوع تاني من الانستراكشن بنسميه ريلاتيف جامب. ده ليه وجود مختلف اسمه ريلاتيف، عشان نوضح له كلمه ريلاتيف دي ببساطه كده. لو انا جيت اقول لك انت واقف في مكان معين، قلت لك روح عند الباب ده اسمه، انا اديتك العنوان بيسموه ابسوليوت ادرس، اديتك العنوان اللي هتروح، انت هتروح عند الباب. الا لما اجي اقول لك ايه بقى، اتحرك خطوتين للامام او للجنب او للشمال او لورا، يبقى انا بديك عدد خطوات، يبقى المكان الجديد اللي هتروحه هيبقى ريلاتيف للمكان اللي انت واقف فيه، عشان كده بيسموه ريلاتيف ادريسنج مود. خد بالك يعني لو انت واقف مثلا عند مكان معين وتروح تخرج خطوتين للامام، هتوصل لمكان جديد هو فين؟ على حسب انت كنت واقف فين، عشان كده بيسموه ريلاتيف. تمام كده. بس ايه ميزه طيب الريلاتيف جامب ده؟ انه طبعا زي ما انت شايف كده، انا كاتب لك قدامك اهو 2 بايت انستراكشن فقط، يبقى بدل عندك هناك هتاخد 4 لوكيشنز في البرنامج،
عشان 4 بايت انستراكشن اللي هي اللونج جامب، لا الريلاتيف عباره عن 2 بايتس بس، يبقى اوفر في البرنامج، وطبعا هيبقى اوفر في الاكسكيوشن تايم، يعني اسرع الاكسكيوت تايم هنا اسرع من هناك. طب ينفع ما نحطش نشيل اللونج؟ لا طب ليه؟ لان انا هنا ما اقدرش اتحرك غير في رينج او ريليتيف للوكيشن اللي انا واقف فيها من 3 اصفار ل 3 افات، لان انا عندي الريليتيف ادرس بيبقى 12 بيتس فقط، 12 بيت ادرس، وبالتالي انت بتقدر تتحرك ريليتيف للوكيشن اللي انت واقف فيها في البرنامج. يعني لما جيت تستخدم ريليتيف جامب، يا اما تعمل جامب باكورد يعني ترجع لفوق لسطر قبل السطر اللي انت كنت شغال فيه، يعني للوكيشن قبل اللوكيشن اللي انت كاتب فيها الانستراكشن دي، في حدود 2048 لوكيشن، او فورورد 2047 لوكيشن. يبقى انت هنا تقدر تجامب زي ما شفنا باكورد اور فورورد، بس في رينج محدود من 2048 باكورد ل 2047 لوكيشن فورورد. طبعا زي ما قلت لك ميزه الريليتيف جامب، يبقى انا لو اقدر استخدم الاثنين، يعني انا واقف في لوكيشن معينه وهتحرك في الرينج ده اللي هو من 248 بالنيجاتيف ل 247 بالبوزيتيف، يبقى الافضل استخدم الريليتيف ولا اللونج؟ طبعا الريليتيف، لانه اسرع في الاكسكيوشن ولانه اقل في عدد اللوكيشنز اللي هي بتتكتب في البرنامج ده 2 بايت فقط، الانستراكشن يعني بتاعه عباره عن 2 بايت. لكن لو انا هتحرك في رينج اكبر من ده، يبقى غصب عن عيني لازم استخدم لونج جامب، مش هقدر استخدم ريلاتيف طبعا، مش هينفع اصلا. مفهوم؟ يبقى كده شفنا ادريس النود جديد اهو اللي سميناه ريلاتيف جامب. طب بيتحسب ازاي ريلاتيف جامب؟ هو ده هنا بيوضح لك شكل الانستراكشن والرينج بتاعها. هي بس مش واضحه هنا الجزء ده، انا جايبه في حته ثانيه، لكن هو يعني هجيبه لك من هنا يعني زي كده الريلاتيف جامب. بس دول بقى مش من 3 ل 9، دول بيبقوا 12 بيت كاملين اللي هو بتوع العنوان اللي هو الادرس 12 بيت، يعني بيتجمعوا على قيمه البروجرام كاونتر. بس تخلي بالك ان البروجرام كاونتر كده كده بيحصل له انكريمنت، ما تنساش، لان انت البروجرام كاونتر بيحصل له اثناء الفيتش بتاع الانستراكشن بيحصل له انكريمنت. فاوريدي البروجرام كاونتر بيكون بيشاور على الانستراكشن اللي بعديه، اللي بعد الايه؟ الجامب اللي انت كنت المفروض تحصل لها اكسكيوت. فلما جيت قلت له جامب، بياخد القيمه بتاعت العنوان الجديد اللي هو كان المفروض يحصل له اكسكيوت ده الانستراكشن دي، ويجمع عليه القيمه ال 12 بيتس بتوع الريلاتيف جامب بتاعك او الريلاتيف ادرس يعني، وبالتالي بيحصل جامب للوكيشن الجديده دي. خلاص ده اسمه ريلاتيف جامب. في برضه امكانيه ثانيه حاجه اسمها عندنا الاندايركت جامب. الاندايركت جامب ده برضه 2 بايت انستراكشن، وبنستخدم فيها دايما الزد ريجستر. فاكرين حضراتكم لما كنا اتكلمنا قلنا عندنا الاندايركت ادريسنج مود، وقلنا عندنا 3 ريجسترز من ضمن السبيشال فانكشن ريجسترز، كل واحد ليه 2 لوكيشن في السبيشال فانكشن ريجستر، الاكس ال والاكس اتش والواي ال والواي اتش والزد ال والزد اتش، اللور والهاير بايت بتاعت كل ريجستر من دول. الزد دون بيستخدم في حاله الاندايركت جامب انستراكشنز، انه بيشيل قيمه العنوان اللي هو انت عايز تعمل له جامب، بس مش العنوان نفسه بقى، ده العنوان ده بيتجمع برضه على البروجرام كاونتر. واخدين بالنا؟ يبقى ده تقدر هنا طبعا بما ان الزد ريجستر لو حضراتكم تفتكروا عباره عن قد ايه؟ الزد ريجستر عباره عن قد ايه؟ عباره عن 16 بيت، مش 2 بايتس. 2 اس 16 بكام؟ ب 64، وبالتالي انت تقدر تعمل جامب في حدود ال 64 كيلو الاولانيين في الميموري، 64 كيلو لوكيشن يعني اللي انت تقدر تتحرك فيهم، لان 2 اس 16 هم 4 2 64 كيلو. يعني هي اهي، فده اللي بيحصل هنا، ان انت لو عايز تعمل جامب في احدى اللوكيشنز من اول لوكيشنز زيرو الى لوكيشن 64 كيلو، تقدر تستخدم هنا الاندايركت جامب. وطبعا ده بيبقى مهم
لان لو العنوان فاريبل انت ممكن تستخدم هنا وتقعد تزود مثلا تنكريمنت على الزد مثلا او تحس بقى عندك بقى فاريبل لوكيشن تقدر تتحرك فيها. ده ليه استخدام كبير طبعا من ضمن في البرمجه يعني. اللي بيحصل هنا ان بقيمه الزد نفسها لما تيجي بتقول له ان دايركت جامب للوكيشن كذا وتحط عنوان اللوكيشن اللي انت عايز تعملها جامب في الزد، العنوان ده اللي هو 16 بيت دول كلهم بيتحطوا في ال 16 بيت الاولانيين من البروجرام كاونتر، وبقيه البيتس اللي هي من بيت 16 ل 22 ل 21 من عندنا البروجرام كاونتر 22 بيت. ان احنا بنستخدم 4 ميجا ميموري يبقى 2 اس ايه 2 اس 22، فالبروجرام كاونتر ده يبقى 22 بيت. لا، بقيه البيتس من 16 ل 21 بيبقوا اصفار، والبي سي هيساوي في حاله في الحاله دي قيمه الزد اللي هي انت حسب بقى القيمه اللي انت حاططها في الزد، وبالتالي هيجامب زي ما اتفقنا مع بعض الى احدى اللوكيشنز من لوكيشن 00000 الى لوكيشن ايه 64 كيلو الاولانيين فقط اللي تقدر ترينج تجامب ليهم في استخدامك للان دايركت جامب. مفهوم كده يا جماعه؟ حد مش فاهم؟ يبقى دول ثلاثه ادريسنج مودز مختلفين للجامب انستراكشنز. واضح؟ محدش بيرد عليا ليه؟ واضح. نيجي نكمل بعد كده. عندنا طبعا دول اللي احنا قلناهم قبل كده، دول مش هنشرح فيهم حاجه جديده النهارده، لان زي ما انا كاتب لك تحت اهو all conditional branch instructions are short jump instructions. فكل دول ما بيستخدموش غير الشورت جامب اللي هو الريلاتيف جامب يعني. لا في اندايركت ولا في الايه؟ اللونج جامب. لا كلهم شورت جامب. تمام؟ بس بيستخدم يعني اختلافهم بيختلفوا شويه عن الريلاتيف جامب العاديه، هنشوف دلوقتي اهو، بس هم كلهم شورت جامب بس. طيب دي بتتكون بقى من ايه؟ بقى الانستراكشن عباره عن 2 بايتس، 9 منهم اوب كود و7 الباقيين عباره عن ريلاتيف ادرس. خلي بالك في الريلاتيف جامب كانوا 12 بيت ريلاتيف ادرس، هنا 7 بس. تمام؟ فبالتالي الرينج الريلاتيف بتاعك من 00 الى 3F لان هم 7 بيتس، وبالتالي الرينج بتاعك برضو هيبقى من ماينس 64 الى زائد 63، سواء كنت بقى بتعمل باكورد يعني ممكن ترجع لورا باقصى حد 64 بيت 64 لوكيشن يعني في الميموري، او تمشي فورورد 63 لوكيشن. تمام؟ يبقى دي الايه؟ الكونديشنال جامب انستراكشنز كلهم بيستخدموا ريلاتيف، بس مش هنقول ريلاتيف لان هو مختلف عن الريلاتيف اللي فوق. تمام؟ ده بيسموه شورت جامب وخلاص، لان الثاني ريلاتيف الرينج بتاعه اكبر. اهو لما نرجع له اهو ادي الريلاتيف عندنا هنا الرينج بتاعي 12 بيت، كانت ريلاتيف ادرس 12 بيت، هنا 9 فقط، هنا 7 بس سوري. تمام؟ وزي ما قلت لك اهو السبعه بيتس بيتاخدوا اللي هو اسمهم كي، هنا مسميهم كي، بيتجمعوا على قيمه البروجرام كاونتر زائد واحد اللي هي زي ما قلنا عنوان الانستراكشن الجديده، القيمه ترجع تتحط في بروجرام كاونتر تاني، وبالتالي يحصل جامب للوكيشن اللي انت عايزها بعد كده. تمام؟ كده احنا اتكلمنا على الجامب انستراكشن سواء كانت كونديشنال او نون كونديشنال جامب انستراكشن، وشفنا انواع الاداه الموز المختلفه. عندي بقى حاجة تانية مهمة جدا، في انستراكشن تانية بتعمل جامب برضو بس بنسموها الكول انستراكشنز. الكول انستراكشنز تختلف تماما عن يعني مش تماما يعني تختلف عن الجامب العادي في ايه؟ طب نفهم يعني ايه كول الأول؟ الكول يا باشمهندسين ده بيسموه كول سبروتين، عشان نبقى واضح بنسميه كول سبروتين، أنت بتنادي سبروتين، يعني ايه؟ لو انت تتخيل يا باشمهندس ان انت بتعمل برنامج، والبرنامج ده بتحتاج تعمل جواه فانكشن بتتكرر كتير. طب هل من المنطقي انك كل مره تقعد تكتب البرنامج اللي بيتكرر؟
يعني مش منطقي. يعني دايما المثال اللي بضربه للطلبه اقول له لو انا بعمل عمليه حسابيه والعمليه الحسابيه دي كل شويه بحتاج اضرب رقمين في بعض، نفترض ان ما عنديش بقى انسخ اسمها مالتيبلاي عندي، يبقى انا هضطر اعمل برنامج ضرب. البرنامج الضرب ده اللي هو بيعمل ايه؟ بيقعد ايه؟ بيكرر الجمع زي ما اتفقنا قبل كده، قلنا الضرب بيتم في الكمبيوتر عن طريق تكرار الجمع. يبقى انا لو احتجت اكتب، لو احتجت اعمل عمليه الضرب دي 200 300 مره، هقعد اكتب 200 300 مره نفس برنامج الضرب هو هو؟ طبعا ده يعني وضع غير، يعني ما فيش مهندس يرضى بيه يعني. طب يبقى الحل ايه؟ قال لك لا، الحل انك تكتب برنامج الضرب ده بنسميه سابوكتي، يعني برنامج فرعي، وروح كاتبه في حته كده في الميموري، وكل ما اجي اضرب انا مثلا دايما هضرب رقمين، واحد فينهم في ار نوت والتاني في ار 1 مثلا، يعني اروح حاطط الرقمين في ار نوت وار 1 واقول له ايه؟ روح نفذ السبروتين بتاع الضرب ده، فيضرب رقمين ويرجع بالناتج بتاعي، وابتدي اكمل بقيه برنامجي. احتاج تضرب مره ثانيه، احط برضه القيمتين اللي هيتضربوا في ار نوت وار 1 مثلا، وارجع اقول له روح نفذ برنامج الضرب. يبقى هي دي الطريقه اللي بتستخدم عندنا في البرمجه، ده حاجه ايه؟ هندسيه كويسه ومفيده. يبقى كتبت برنامج سيادتك مره واحده بس، وكل ما بتحتاجه بتعمل له كول، نسميه كول، بتتصل بيه بتطلبه، يعني تقول له كول السبروتين ده، حسب بقى انهي سبروتين انت عايز تعمله. لو انت محتاج كذا سبروتين ممكن يبقى عندك 1 2 3 10. طب ايه الفرق بقى هنا ما بين الكول وما بين الجامب؟ لا، في فرق كبير. ان الجامب يا باشمهندسين انت بتعمل انتقال من لوكيشن في البرنامج وتسيبها وتروح رايح لوكيشن ثانيه خالص وما ترجعش تاني، ده في الجامب. يعني انت دلوقتي في جيت في امر في الاوامر تقول له جوتو 500، كنت في سطر 500 تقول جوتو 500، خلاص انت رحت 500 وهتكمل ب 500 1 2 3 الى ما لا نهايه، مفيش حاجه تخليك ترجع تاني للوكيشن 100 مثلا او 101 الامر اللي بعد ال 100 يعني، مش كده؟ فده اسمه جامب، خلاص انت نطيت من مكان لمكان في البرنامج وكملت بقيه برنامجك، خلاص مفيش حاجه ترجعك تاني الا لو انت البرنامج نفسه قال له ارجع بطريقه ما يعني. لكن الكل لا، في الكل سبروتين انا عايز انفذ برنامج الضرب وارجع اكمل البرنامج الاصلي بتاعي. يعني انا لو جيت في انت في وسط المحاضره وقاعدين شغالين وحصل لك موضوع معين اضطريت لازم عايز تروح للسكرتاريه مثلا، هتروح للسكرتاريه وهترجع تاني تكمل بقيه محاضرتك، مش كده؟ بقى ده بنسميه في حاجة بنسميها الريتيرن ادرس. يعني يعني انا لو جيت بقى في الكول وانا في سطر رقم 100 قلت له كول 500 مثلا، يعني روح نفذ السبروتين اللي في اللوكيشن 500، المفروض بعد ما اخلص اروح راجع للانستراكشن اللي بعد الكول على طول، نفترض انها 101 مثلا او هو 2 بايتس، يعني يعني هي تعتبر 102 يا سيدي مش هتفرق. يبقى المفروض انا اخلص السبروتين واروح راجع تاني ل 102. طب لو خرجت من 500 من 700 ارجع ل 702، خرجت من 1000 ارجع ل 1002 وهكذا. يبقى انا عندي في عمليه سكول سبروتين لازم قيمه العنوان اللي انا خرجت منه تتخزن عشان لما اجي ارجع اعرف ارجع فين، ما لازم يبقى في بروسيسور يبقى عنده ميموري يخزن فيه. دي بنسميها الستاك ميموري. بنسميها الستاك ايه؟ ستاك ميموري. يبقى الستاك ميموري دي اللي هخزن فيها الريتيرن ادرس. طب ايه هو الريتيرن ادرس؟ هو قيمه البروجرام كاونتر اللي هيشاور بالتلقائي دايما للانستركشن اللي بعد الكول، لان بيحصل له انكريمنت خلاص طبيعي وكان المفروض ينفذ الانستركشن اللي بعد الكول، لكن الكول معناها جامب فهيجامب للسبروتين. وبنلاقي دايما عندنا انستركشن بقى في المايكرو بروسيسور اسمها ريتيرن انستركشن. الريتيرن تقول له ارجع تاني شوف العنوان اللي انت كنت المفروض عنده وارجع له تاني. طب بيعمل ايه في العنوان ده؟ بيخزنه في الميموري في مكان بنسميه الستاك، بنسميه ستاك ميموري. تمام؟ طيب اولا بس كده عندنا الكور سبروتين
الانستراكشن اسمها كور. في الاي في ار برضو عندنا اربع ادريسنج مودز مختلفين، اللونج زي ما قلناها قبل كده، والريلاتيف، والاندايركت كول برضو، بس عندي حاجه دي اسمها الاكستندد اندايركت كول. عندي اربع ادريسنج مودز. الكول نفس الكلام زي بالظبط الجامب، اللونج جامب نفس اللونج كول، نفس عدد البيتس وكل حاجه، ونفس تقدر تتحرك في الاربعه ميجا كلهم. وعندي الريلاتيف نفس الكلام، 12 بيت برضه ريلاتيف ادرس، نفس الكلام بالظبط زي الجامب، مش فرق. وكذلك الاندايركت كول نفس الكلام. الجديد بس عندي حاجه اسمها الاكستندد اندايركت كول. في الاندايركت كول يا باشمهندسين احنا بنحط في بقيه البروجرام كاونتر صفار، نفتكر تاني اهو اهي، كنت بتحط من 16 ل 21 ايه؟ اصفار. الستة بيتس الاخرانيين اصفار، والزد بتتحط في اول 15 بيت، اول 16 بيت سوري. لكن في الان اكستندد ان دايركت لا، ده عندي ريجستر من ضمن السبيشال فانكشن ريجسترز اسمه اي 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 ان دي. الاي اي ان دي ريجستر ده انا ممكن احط فيه قيمه، القيمة دي هي اللي بتتحط من 16 ل 21. الستة بيتس دول بيبقوا قيمتهم نفس قيمة الـ EIND. وبالتالي أقدر أتحرك في رينج أكبر، يعني أنا لو ممكن أغير في قيمة الـ EIND، وبالتالي مع الزد أقدر إيه؟ يعني كده اسمه إكستندد، لأن هو بيتعامل هنا مع الـ 22 بيت كلهم، مش مع 16 إيه؟ بيت لوحده بس. لأن لو بتعامل مع ده بس يبقى زي ده. أنا كده هتحرك في أول 64 كيلو فقط. لكن انا بالطريقه الثانيه دي اقدر اتحرك في الميموري كلها برضو حسب ما انا عايز، بس باستخدام الاكستندد اندايركت كول. دول الاربعه الريسك مود بتوع الكول سب روتين. طيب نيجي بقى زي ما اتفقنا مع بعض يا جماعه، الكول سب روتين الفرق بينه من الجامب ان انا هجامب للسب روتين الجديد للبرنامج الجديد، ولكن لازم قبل ما اعمل جامب اخزن العنوان اللي هرجع له. هخزن العنوان اللي هعمل له ريتيرن في الاخر. طيب ايه هو العنوان اللي موجود فين؟ في البروجرام كاونتر. والبروجرام كاونتر ده عباره عن ايه؟ عباره عن 16 بيت، عشان تخزنهم في الميموري هخزنهم في تو لوكيشنز. طب يتخزنوا في اي حته؟ لا. دايما بنعرف عندنا بقى حاجه فيه من ضمن السبيشال فانكشن ريجسترز برضو. في تو ريجسترز خاصين بحاجه اسمها الستاك بوينتر. يبقى ده حاجه بتشيل عنوان الستاك. يبقى تو ريجسترز كل واحد 8 بيتس، الستاك بوينتر لو والستاك بوينتر هاي. انا بحط فيهم بقى القيمه، ده انا اختار ده براحتي. انا عندي حته كده في الميموري ملهاش لازمه، اقول له خلاص انا هعطيني الستاك في الحته دي. بروح معرف الستاك بوينتر مثلا بان هو بدايته مثلا 0 5 8 اف تا اف اف اي حاجه. اشوف اي حته انا اللي بعمل البرنامج، اشوف حته مش مستخدمه في الميموري واحط قيمه الستاك بوينتر فيه. القيمه اللي انا بحطها في الاول دي انيشيالي وانا مع بدايه البرنامج دي بيسموها توب اوف ستاك. التوب اوف ستاك لان الستاك بعد كده هيحصل له ديكريمنت كل شويه هيقل، دي اكبر عنوان فيه. هنشوف ان هو بيقل بعد كده، هو بيخزن ويزيد وهو بيطلع الداتا من الستاك، هنشوف دلوقتي. يبقى توب اوف ستاك. طيب العملية الستاك دي بيعملها ايه؟ بنستخدم عندنا تو انستراكشنز موجودين في المايكرو بروسيسور بتاعنا، حاجه انستراكشن اسمها بوش وانستراكشن اسمها بوب. بوش اند بوب. بوش يعني معناه انك هتبوش داتا في الستاك، يعني هتخزن داتا في الستاك. ايه اللي بيحصل لما تقول له بوش؟ الاكسكيوت بتاع البوش انستراكشن يعني بتحصل فيها ايه؟ يعني بتقول له بوش مثلا ار نوت، يبقى هيخزن قيمه الار نوت في الستاك. والله انت ستاك بوينتر كنت بادي، انا هفترض كده اي رقم مثلا. هنبتديه برقم مثلا اف 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 اربع افات مثلا يعني. فلو ستاك بوينتر بادي باربع افات قلت له بوش قيمه الار نوت، قيمه يعني بوش الار نوت في الستاك، هيروح مخزن الار نوت
في لوكيشن اف 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 اف، لان الستاك بوينتر بيشاور دلوقتي على لوكيشن اف اف اف، وتلقائي بقى بعد ما يخزن قيمه الارنوت في 4 اف فات يروح عامل ديكريمنت للستاك، يبقى الستاك هيساوي ايه؟ اف 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 اي، هيحصل له ديكريمنت. يبقى البوش هي عباره عن ستور اند ديكريمنت، مش ستور بس. لو ستور بس خلاص ما نستعملش نسافر اسمها ستور. نعم؟ حد بيقول حاجة؟ حد بيقول حاجة يا باشمهندسين؟ طيب لا أنا حضرتك ماشي. يبقى ده عملية البوش. طب البوب عكسها، يبقى خلي بالك من حاجة دايما كده، إن الستاك بوينتر بيشاور على ميموري فاضية، على لوكيشن فاضية في الستاك لسه ما اتحطش فيها حاجة. خلي بالك انت لما حطيته الاول باربع افات ما انت لسه ما خزنتش حاجه، لما خزن قيمه الار نوت هو تلقائي بقى اف 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 اي اللي هي تعتبر لوكيشن فاضيه. خلي بالك دايما الستاك بيشاور على لوكيشن اللي ممكن تخزن فيه حاجه اللي تعتبر فاضيه بالنسبه لك. لو قلت له بوب بقى، بوب يبقى طلع الداتا اللي انت خزنتها في الستاك انقلها. مثلا لما جيت مثلا قلت له ايه بوب ار نوت ار 1، يبقى هتطلع الداتا اللي في الستاك تحطها في طبعا انهي داتا، مش اللي في اف 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 اي بقى، ما هو اف اف دي فاضيه. يبقى عمليه البوب ينكريمنت الستاك الاول وبعدين يرجع يعمل عمليه لود للداتا ثاني في الريجستر اللي انت قلت عليه. يبقى انت لو جيت كده قلت له بوش ار نوت بوب ار 1، يبقى انت كده كانك ايه عملت كوبي لقيمه الار نوت في الار 1، صح؟ فهمنا؟ ادي فكره الايه؟ البوش اند بوب. عشان كده بنستنبط الطريقه دي لاست ان فيرست اوت، يبقى زي ما اخر داتا اتخزنت هي اول داتا خرجت. لان انت ممكن تقول له بوش ار نوت وبعدين بوش ار 1 وبعدين تقول له ايه؟ بوب ار نوت بوب ار 1، انا كده عملت سواب، نقلت الداتا اللي في الار نوت للار 1 والار 1 للار نوت. يعني الداتا اللي بتخش في الاخر بتطلع في الاول، مش كده؟ ليه مسميها لاست ان فيرست اوت؟ فاهمين اللي انا قلته؟ هيبان يعني. هناخد امثله اهي هتبين لك، بس نشوف المثال اللي قدامك ده. ثانيه واحده بس اجيب النضاره لان انا الظاهر ما جبتهاش معايا، اجيبها بس عشان اشوف كويس. ثانيه واحده. بصوا هنا يا باشمهندسين، البرنامج البسيط ده انا حطيت قيمه اللي هي رام اند دي في الار 16 وحطيتها في الهاير، وهي هي تاني في اللور بتوع الستاك. هي الستاك هنا الرام اند دي هي بتساوي 0.5085F هي متعرفك الى يعني. وبعدين جيت قلت له بقى لود ال ار 31 ب 0 ولود ال ار 20 ب 21 هكسا وال ار 22 ب 36 هكسا. بص بقى من اول البوش بقى، يعني كده راجع الجدول. الجدول ده هو الحل بتاع السؤال يا باشمهندسين. اول حاجه عندي الانستراكشن الاولانيه اللي هي اوت الستاب بوينتر لو بار 16، يبقى انت هتحط القيمه اللي هي 0.85F في الستاك في الايه في اللور يعني بتاعه. وبعد كده لما جيت قلت له بقى ال دي اي ار 22 ب 66، طبعا انت كده ار 20 اوريدي حاطط فيها 21 هكسا وار 31 حاطط فيها 0 قبل كده، وار 22 دلوقتي بقت 66 والستاك مازال بيشاور على 0.85F. تمام كده؟ واخدين بالنا ولا لا؟ انا قبل كده كنت حاطط في الهاير واللور، في الهاير حطيت 0.8 وفي اللور حطيت 5F، يبقى كده خلاص الستاك بوينت زي ما انت شايف كده على اليمين خالص هو مشاور، اكنه مشاور على الكيشن دي لسه فاضيه. لما جيت قلت له بوش ار 4 ار 20، يبقى ايه؟ هتخزن ار 20 في الستاك، الستاك اللي هو هنا بكام؟ ب 0.85F. ار 20 بكام؟ ار 20 ب 21 هكسا، يبقى هيتخزن لي زي ما انت شايف كده هو
في 085F لوكيشن هتفضل فيها 21 والستاك هيبقى يساوي 085E. لما قلت له بوش 2 ار 22 بقت ار 22 قيمتها 66 اتخزنت في 05 الستاك بقى بيشاور على 085D. شوف حصل كل مره ايه، يستور الداتا اللي انت قلت له اعمل لها بوش في الستاك وبيديكريمنت الستاك. جيت بعد كده قلت له لود ار 22 بقى بزيرو، قلت له بوب ار 22 هيبوب يعني يطلع داتا من الميموري يحطها في ار 22. انهي داتا؟ طبعا لما قلت له بوب هيبوب او اخر داتا دخلت اللي هي 6 6 في المثال ده، يبقى هنا ار 22 هي اللي هتساوي 6 6 والستاك هيرجع يشاور على لوكيشن 5 8 زيرو 8 5E. شوف هنا رسمها لك فاضيه لان خلاص تعتبر هي اتقرت قبل كده خلاص، يبقى الستاك بوينت بيشاور على كشه كانها فاضيه بالنسبه لها لانها اتقرت خلاص. لما تقول بوب تاني ار 31 فهي بوب يبقى هي انكريمنت الستاك بقى يساوي يشاور على 085F ويطلع ال 21 هيكسا يروح حاططها فين؟ حاططها في ار 31 ويرجع يديكريمنت ويرجع هنا بقى يشاور على 085F. يبقى شفنا كده ازاي ان انا عملت بوش ل 21 الاول وبعدين بوش 66، لكن لما جيت ابوب ببوب ال 66 وبعدين ابوب ال 21 مش كده؟ يبقى ده زي ما قلنا لاست ان فيرست اوت، ال 66 دخلت في الاخر طلعت في الاول، عشان كده بنسميه لاست ان فيرست اوت. يبقى دي فكره البوش والبوب في الستاك. يبقى انا دلوقتي لما بقول له بقى كول يا باشمهندسين ايه اللي بيحصل؟ الكول انستراكشن بتعمل مكان حاجتين في وقت واحد. الكول انستراكشن هي عباره عن بتبوش الاول قيمه البروجرام كاونتر في الستاك، وكمان بتغير قيمة البروجرام كاونتر للعنوان اللي انت قلت له كول ليه. يبقى كول انستراكشن بيعمل بوشنج للبروجرام كاونتر في الستاك وبتعمل تحط قيمة جديدة للعنوان الجديد فين؟ في البروجرام كاونتر. يبقى البروجرام كاونتر هيساوي الادرس للسبروتين اللي انت عايز تعمل له جامب، والعنوان القديم اللي كان في البروجرام كاونتر هو اللي اتخزن في الايه؟ حصل له بوشنج في الستاك. مفهوم؟ طب بعد ما خلصت السبروتين بتاعي عايز ارجع، عشان كده عندنا انستراكشن بقى تانية اسمها ريتيرن انستراكشن. ريتيرن يعني ارجع بقى مطرح ما خرجت، زي ما قلنا انا كنت خرجت من لوكيشن 102 هرجع ل 102، خرجت من لوكيشن 105 ارجع ل 107، 105 ارجع، خرجت من 500 ارجع ل 500 وهكذا. يبقى الريتيرن ادرس عباره عن ايه؟ عباره عن تعمل ترجع تعمل بوب للعنوان البروجرام كاونتر كان متخزن في الستاك، ترجع تحطه تاني في البروجرام كاونتر، وبالتالي البرنامج يجي يفتش من جديد يلاقي نفسه رجع مطرح ما خرج. فهمنا؟ يبقى دي عمليه الريتيرن انستراكشن. يبقى انا عملت بوش للبروجرام كاونتر وبوب عن طريق الريتيرن ادرس. يعني هي الكول سبروتين نفسها بتعمل بوش لوحدها، غير انا عندي في انستراكشن اسمها بوش وبول لو انا عايز استخدمهم يعني وانا ببرمج، لكن الكول نفسها هي بتعمل بوش للبروجرام كاونتر في الستاك ميموري، والريتين هي بتعمل بوب لوحدها. تمام؟ ده الاكسكيوت بتاعها عباره عن كده يعني. هنا مثال مثلا اهو، هنا المثال ده بيعمل ايه؟ تعال نشوف هنا هيعمل ايه. بيقول لك هنا لود ار 16 برضه كده، برضه حط الستاك بوينت ب 058F زي ما عملنا المره اللي فاتت، وبعدين قال له لود هنا، هو قال له لود ار 16 ب 55. افتكر ده برنامج زي باشمهندسين كان بيعمل ايه؟ كان بيبقى عنده 8 ليدز عايز يخليهم واحده اوف واحده اون، واحده اوف واحده اون، واحده اوف واحده اون، وبعدين يعكسوا الاون تبقى اوف والاون تبقى اوف تبقى اون. خلي بالنا يعني عندي 8 ليدز، واحده منوره والثانيه مطفيه، واحده منوره والثانيه مطفيه، يعني عايز يعكسهم كل فتره عكسهم. عشان تعكسهم انت بتعمل ايه؟ بمنتهى البساطه
اون اوف اون اوف اون اوف، يبقى ايه؟ هيحط يبعت خمسة خمسة عليهم على البورت، وبعدين يرجع يبعت اي اي. احنا عارفين الاي اي 1010 1010 1010، والخمسة خمسة 0 1 0 1 0 عكسها. فبالتالي كده مرة بعد كده مرة بعد كده يعطوا اللي اتنور تطفي واللي تطفي اتنور، وهيعكس ده اللي هو عايز يعمله. بس طبعا الكلام ده لو عملناه على طول يبقى سريع جدا. هنشوف بقى ازاي نحسب الديلي والكلام ده الاسبوع الجاي ان شاء الله. نعمل برنامج اسمه ديلي، اللي هو مكتوب عندك تحت ده الديلي ده برنامج. مش مهم يتكون ازاي دلوقتي الديلي، احنا بنشرحه بعدين. بس هنشوف بقى بيعمل ايه، يبعت خمسة خمسة على البورت.